الانتخابية بالطبع التأطير نتاعها والإشراف عليها، كان مقاييس عدة منها يعني التغطية الإعلامية في حد ذاتها، نسهر على التجمعات، نصر على تجمعات ومتابعة الخطب التي تلقى، التي أيضا الدستور يعني يجعل لها ضوابط، ضوابط هذه أيضا لجنة رحيم سهرة منذ أيام على التحضير لذلك، لمتابعة يعني التجمعات وما يلقى فيها من خطب تكون مطابقة لما يقتضيه الدستور والقانون.